الناشط فتحي المطوري يتحدث إلى أو يوجه رسالة إلى الأحزاب: اتركونا نعيش بسلام، أولادكم في أوروبا يعيشون في رفاهية بأموال الشعب الجائع، ونحن نعيش القهر والظلم منكم ومن فسادكم. دعونا نستمع. مرر مصيرنا مررتونا وعذبتونا جوعتونا ومرفتونا، عيش القشرة عيشتونا. اتركونا نعيش، دعونا نحيا بكرامة، فإن محاصصتكم السياسية ذلتنا، جعلتم من العراق حصص، تقاسمتم الوزارات والمناصب والمديريات، وتركتم الشعب ويئن ويئن ويئن، وابنائكم تسرح في اوروبا وفي دول الغرب، بالوقت الذي يجوع الفقير ارصدتكم تنامى، والفقير يزداد جوعا وبأس وشقاء. اتركونا نعيش، اتركونا نعيش، اتركونا نعيش.